Likes and dislikes. Ha ha. Vroom vroom, get it. اهلا بكم في حلقه جديده من هارد مود راديو ستيشن. اشكركم بشده على انتظاركم الحلقه الفتره اللي فاتت. الحلقه اتاخرت لان كان عندي شغل كتير ولا زلت، ولكن قدامي مساحه وقت معقوله ندردش مع بعض في موضوع الزحلفه. مش عارف النهارده طالبه معايا عكر مزاج شركات الانترنت زي ما هي معكره مزاج 36 مليون بني ادم. صحيح نسيت اقول لكم ان ده عدد مستخدمي الانترنت في مصر. يا ترى لو ال 36 مليون اتضايقوا هيعملوا فيهم ايه؟ تعالوا نجرب كده. أعزائي المستمعين اسمحوا لي أضايقكم لمدة دقيقة. الصورة اللي قدامكم دي لآخر عرض إنترنت في بريطانيا 2 جنيه استرليني، أي ما يعادل 20 جنيه مصري، بتاخد بيهم سرعة 15 ميجابت. 20 جنيه مصري 15 ميجابت، فكر فيها كده لمدة 5 ثواني. اتضايقت مش كده؟ حلوة بريطانيا. اي معلومة عن بريطانيا ممكن تلاقيها بسهولة على الانترنت، وبرغم من اني لما روحت هناك قعدت فترة قليلة الا اني اتعلمت منها حاجات كتير، اهمهم مبدأ البيزنس. فعالم البيزنس العميل شيء مهم جدا بالنسبة لاي شركة ضخمة، بالذات لو كانت شركة خدمات زي شركات الانترنت. الموارد البشرية في الشركات دي بتعتبر خسارة العميل الواحد اللي بيدفع متوسط 30 جنيه استرليني في الشهر على انها خسارة 3000 جنيه استرليني، لان العميل اللي بيتضايق بيكلم 10 اشخاص عن قد ايه الشركة سيئة. وبحسبة معقدة شوية من الناس بتاعة ادارة الاعمال اتضح ان الخسارة هتوصل ل 3000 جنيه استرليني لكل عميل. برغم من ان الكلام اللي انا هقوله ده مش دقيق جدا، وده لاني حاولت اوصل للمعلومة دي من شركات مصرية كتير ورفضوا يدوها لي، ولكن قياسا بأصدقائنا في إدارة الأعمال في إنجلترا، لو العميل المصري بيدفع متوسط 140 جنيه في الشهر يبقى قيمته الحقيقية في السوق 14000 جنيه في 36 مليون مستخدم، يعني قيمة صناعة الإنترنت في مصر تقدر بحوالي 504 مليار جنيه مصري. 504 مليار جنيه مصري، فكر كده في الرقم ده لمدة 5 ثواني تانيين. متخيل حجم الفلوس اللي بيتحكم فيها مستخدمي الانترنت في مصر؟ واضح ان العميل المصري ده قوي جدا، بس غريبة ليه الشركات بتعامل العميل المصري بالطريقة الزبالة دي؟ اقولك انا ليه يا معلم، لانه ما بيعترضش، لان معظم مستخدمي الانترنت في مصر للاسف صحيح مش طايقين الشركات، لكن مش حاسين ان غضبهم ليه قيمه. الحل في مشكله الانترنت، الحل في مشاكل كتير في بلدنا، ان المواطن مش مقدر قيمته الماديه، وده ببساطه لانه لما بيحاول يرد باي رد فعل على الشركه اللي بتستغله بيتحرك لوحده وبيحس ان تصرفاته ملهاش تاثير على الشركه. جربت كتير تتصل بشركات الانترنت تشتكي ومشكلتك ما تتحلش وتقول لهم انا عايز الغي الخدمه، يقولوا لك اتفضل، ده لانهم عارفين ان كل الشركات بتعامل العميل بنفس الطريقه الزباله، وانت من جواك حاسس ان ال 140 جنيه اللي انت بتدفعهم مش هيأثروا في شركه بحجم تاتا تاتا او لينك دوت شات. من الاخر عايزين يقولوا لك مش عاجبك اخبط راسك في الحيط. صحيح ال 140 جنيه بتوعك ما بيأثروش على الشركه، لكن لو كلنا اتحركنا مره واحده وفي اي اتجاه نقدر نخلي شركه بحجم لينك دوت شات تشت على نفسها. من رد فعل الناس المدهش على اول فيديو اتكلمت فيه عن مشكلة الانترنت في مصر واضح انها مشكلة معذبة ناس كتير. واضح انكم محتاجين حد يتكلم باسمكم، محتاجين مكان يجمعكم، ومحتاجين اللي يوصل صوتكم بشكل سليم ويكون فاهم القضية اللي بيدافع عنها ويكون حاسس بنفس المشكلة زيكم. ولكن الاهم ان واضح ان شركات الانترنت فعلا شركات استغلاليه فاسده، والا ما كانش الناس كلها نشرت الفيديو وما كانش الكلام بتاعي وصل لحد عندك دلوقتي. الناس نشرت الفيديو لانهم حاسين بالظلم، حاسين بالاستغلال، حاسين بالنصب والنهب. وطالما كل الناس دي حاسين بالظلم والاستغلال تجاه شركات الانترنت، فده اكبر دليل ان شركات الانترنت الكبيره هي اللي فيها حاجه غلط. اول خطوه عملتها هي توعيه الناس، فيديو باسم فضيحه الانترنت في مصر لخص المشكله كلها في اقل من 7 دقائق. بعدها طلبت من الناس اللي متابعاني تدخل على صفحات شركه تي داتا ودي لينك وتعمل شير للفيديو. استجابه الناس كانت سريعه وموفقه. ده كان رد الشركه اللي بعتته لكل الناس. بالنسبه لاسعار الانترنت، نحب نوضح لك ان في اليات الدوله بتتحكم فيها من خلال نظم بتوضع للشركات، وده نظام يجب على كل الشركات اتباعه. ايه ده، يعني مصر هي اللي مش عايزه الانترنت يبقى سريع؟ لا يا جماعه، طالما مصر قالت مفيش انترنت سريع يبقى ما ينفعش نوجع دماغ شركات الانترنت الشريفه العفيفه. يا كدابين يا اولاد
مصر مر عليها 5 حكومات من 2010 لحد النهاردة: نظيف، شفيق، عصام، هشام، ببلاوي، ثورات، انفلات أمني، تغيير سياسات بالكامل، محاكمات، قوانين، دساتير، انتخابات رئاسية وبرلمانية وتشريعية، واتنين دستورية، وخمس وزراء اتصالات. كل حاجة اتغيرت في 3 سنين في البلد دي إلا حاجة واحدة: جشع شركات الانترنت في مصر. عارفين ليه؟ مش عشان مصر عايزة كده، علشان شركة تي اي تاتا ولينك دوت شيت عايزين كده. الشركات اللي بحجم تاتا تاتا وستينك دوت شيت لو يقدروا ياخدوا منك اي مليم هياخدوه طالما محدش بيعترض. الشركات دي همها الاول والاخير هو الفلوس، ولازم الخدمة تكون زي الزفت طول الوقت علشان يبقوا متأكدين انهم بيعصروك في كل مليم يقدروا يخرجوا من جيبك. وردا على شركات الانترنت، تعريفة الانترنت مش اللي بيتحكم فيها الدولة يا بهوات. الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في مصر كل وظيفتها توافق على العروض اللي جانبكم بتقدموها للناس. لو عايزين تقدموا انترنت ارخص واسرع، مفيش شيء يمنعكم غير الطمع والجشع اللي فيكم. تقنيا الخط النحاس اللي واصل لبيت كل واحد يشيل 8 ميجا من غير اي تطوير. لو خلوا الانترنت 4 ميجا غير محدود ب20 جنيه، هم اللي هيخرجوا كسبانين برضو. لكن لازم يوفر السرعات بتاعته كلها للشركات الضخمة المالتي ناشونال، واللي بياخدوا السرعات بتاعتي انا وانت لما يكونوا محتاجينها، والانترنت عندي وعندك يبقى بطيء، ولما تتصل بيه يقول لك اصل الضغط عالي على الخدمة يا فندم. طبعا الشركات دي هتطلع تنكر كل ده، شيء متوقع انهم ما يعترفوش بيه، لكن اعترافهم او عدمه مش مهم، المهم ان انتوا تكونوا عارفين الكلام ده كويس. ومع ذلك يا سيدي، هنعتبر ان كلامي كله غلط في غلط. كلنا هنا ناس ناضجة وفاهمة الواقع اللي احنا عايشين فيه في مصر. مصر فيها فساد، اوكي، هنعتبر ان في حد فعلا قذر مسيطر على الانترنت في مصر. لو هي كده فعلا، عايز تقنعني ان شركات الانترنت معهاش فلوس كفاية تمشي الموضوع ده؟ طبعا رد الشركات هيكون: يا استاذ يا استاذ، من فضلك عيب الحاجة بتقوله ده يا استاذ. المؤاخذة يا مدموزيل، علينا، ده احنا تهرينا. ولو الشبكات ضعيفة طورها يا اخي بالفلوس اللي انت بتاخدها من الناس، ده انت بتلعب على قلبك كل شهر قد كده. اللهم حسد. اعزائي المستمعين، الانترنت زي السياسة، زي الصداقة، زي الحب، زي الجواز، كل ده بيزنس في بيزنس. طبعا البنات اللي هتشوف الفيديو ده هيغتالوني بعد الكلمتين دول. المهم، الانترنت بيزنس، والحل بتاعه يكمن في قدرتنا على التلاعب بمعطيات البيزنس. ده اللي شركات الانترنت بتحاول تبعدك انك تفهمه كويس، وبتحاول تدخلك في صراع ما بينتهيش مع الحكومة. انا ما بنكرش ان الحكومة ليها تأثير على سعر الانترنت، لكن المعركة السياسية في مصر شكلها هتطول، واحنا محتاجين انترنت محترم وبسرعة. صوت السياسة ليه تأثير وهيجي له وقته، ولكن صوت البيزنس اسرع واقوى واعلى بكتير، فلا صوت يعلو فوق صوت المصلحة. أعزائي المستمعين، هنقدر نغير سرعة وسعر الانترنت في مصر. الموضوع ببساطة اننا نتجمع في مكان واحد، هي دي الخطوة التانية، واللي هيقوم بيها العبد لله، عن طريق اننا نعمل فيديوهات ذات جودة عالية ومواضيع مشوقة تجمع اكبر عدد من الناس المهتمة بالتكنولوجيا. طبعا في ناس هتقولي: وما انت مصدع دماغنا ليه؟ لما انت اللي هتنفذ الخطوة دي، شطة بندير وارك ان كومبليت سايلنس. خليني اوضح لك ليه بالظبط انا بتكلم عنها النهارده. انا بطلب من الناس كتير انها تستنى من غير ما اقول لهم الخطه اللي في دماغي. الناس مش عايزه تستنى، وده بيبان في التعليقات، بس ده طبيعي، الصبر عمله نادره، والشخص اللي ما عندوش حكمه مش هيتعامل صح مع الطبيعه دي. فكان لازم اتكلم مع ناس بوضوح اكتر. طبعا مش دي كل الاستراتيجيه اللي في دماغي، هقول كل حاجه في وقتها لان كل شيء وله اوان. بعض الناس هتقول: طب مش العدد اللي موجود ده كفايه ولا ايه برينس؟ يمكن، بس انا مش عايز اخد خطوه يكون تاثيرها ضعيف. عايز لما نتحرك يكون لحركتنا تاثير، وما تستهلكش مجهودات على الفاضي. قبل ما انهي الحلقه، انا سعيد جدا ان شركات الانترنت وصلت للمرحله دي من الوضاعه في التعامل مع العميل، لان ده بيقوي موقفي مع الناس اكتر واكتر. ولما في خدمه العملاء يقول لك اصل الدوله فيها اليات، اقول له: يا فندم لو سمحت ما تدخلش الانترنت في السياسه. شكرا للمتابعه، كان معكم هارد مود من مكان ما على كوكب الارض. شاو فور ناو.